كيف تستفيد الحياة قبل أن تغادرها؟ سيدنا نرش أغفى إذي سنسا إنت أذن كتغين أما لغودهين أما آخر أذن كأذن أذن كلمانين سيدنا أغفى إذي سنسا نرش إن شاء الله دور أرين وكوبان أيان كشيك دونا وحاوم مهمسن هرت إلهي سبحانه وتعالى نرش أن أكسيي كموس عياري دليل إلهي سبحانه وتعالى نرش أن أكسيي وحوكلي هي حكمة إلهي سبحانه وتعالى أدون كان أكوكيني وحاغتها هي خليف كومو كين المركة إنات نلاش عن قروح ذا بدن إلهي كسيي أي فرصة ده أي ذا بدن ما أنت هيستة أي سن معنى أسبينين سيدا قال ذا إلهي سبحانه وتعالى أو كتل ماما كتل مامي أولئك كلا نعامي بل هم أضل إلهي سبحانه وتعالى أو كتل مامي ما أنت واتكقي من بدن تهوان كسر ريسا سببت أقصر ريسين وحواي إلهي سبحانه وتعالى مركو كأبوري وحكوني معي نعمة الإسلام وحونو كسيي وحونو كوصو ديري كتاب كيسة يهد الكيسة سبحانه وتعالى وحونو كوصو ديري رسول كجهية صلى الله عليه وسلم وحونو كوصو وحون رسول صلى الله عليه وسلم وحو كولي ماذي سنة ديسة إيو ضريقة سحسن إراعي لهت مركة نلشة أهيستيت ونلساس أقيم بدن وإلهي سبحانه وتعالى أدونك مركو كينان وحكا ستوكو دياري مركا نلشة أدونك أفاروغ أما أكتكسدنا تي آخرة هذا أدون كان كوش قيسات أو تيل هو أبو رافانت تن آخرنا أتكو بتبادل دونت الله سبحانه وتعالى وكود ياري جنات كيسة إن معاد كيس إن نمع نمعوين كيس وكود ياري سيدا دوقفة إذا ستون الله شان أنت النوشة هاي مركة هريرت وأنا تفهمته سبب تلو أبو ري أم وجود تلو أبو ري أيت هاي إن أدون إذا الله سبحانه وتعالى أوسن كوكين عياري دليل إن يجرتو وجدو يسلي حساب تنضم بي ويتهي سبب تلغو أبوري الله سبحانه وتعالى قرآن كسوحو كله يهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جني إنس وما أبورن إلا إن يعبدان موي وحكل وما أبورن الله سبحانه وتعالى وإن سدب وعبده سدبنا هو بقضاء مركز أياد قاريسا أما أتفهميسا ليبانت إلا إذا هين نلشا إلهي سبحانه وتعالى وإن أدعوته إن أتهي أدون الله سبحانه وتعالى أولي هاي أودي سنة أنك بحسنين لأن هذا تاس تاء فهم ويسد وحيمان يسو إن نلش هذا كوه جامسه وحيا الله بدن أو خلاضات إيه يكون جدو مرك وإن أتفهمته أدون الله سبحانه وتعالى أولي هاي نلش أودي سنة أنك بحسنين إن أدعوته تنك الله يتهي إن أدعوته حويان إن أي تهي نلشان الحياة الفانية نلول أمانة يسو أونن جوكت أونن أهين نلول جوكت نلول وقت كوبان كوئك لأنه وحاتكو قرن يسا ما لين كستا أما دقيقة كستا أما لحظة كستا قف آد قرن يسيد أما قف آدن قرن ينبا نلشان كتغايو أو مع سلامين آيو قف كستا نوحو ليه هاي مركو نلشان كتغي إنتو نولا وحو قشتين بو آخر الله سبحانه وتعالى أكتسو كهلايا مركا ديمتيد وحي عاشقيستي أو تكتكتي أو أدونك أنا أدقشتي إنتا نولي نولوش هذا أدقشتي إما أدونك أدوغتكتي ومباد آخركو هليسا وحكا لآخرك أغام هرريان هديتها صدقة جارية هديتها الود وناكسان أو صالحين أو سيو عن أوتر بيسي أو كادن بيو أو كوسو دعيو هديتها علم نافع أو مدوكو أنفع دي أو كوسي سعود أجر كيسا هديتها وناقلو وحسوستو هديتها ضاعات إيو وناك الله سبحانه ضاعات إيو عبادات كاغو هجاجسي الله سبحانه وتعالى أكتي سنة أتكه شيء أبال كذا أنت صنبا وحكو تريس الدنيا آخر مركة وإن دوقاته نولشا إنا يتهي نولل لفاروق آيو وقت كوبا نكو إك مدد هذا إسكا قابن تهي نولغو سينينا يعني وحيكو حيران تهي نويسا سلام وكيلها هداد وابريستو هسوغن إنا دقلويستو هداد قلويستان هسوغن إنا دوابريستو يعني لحظة كستة دقيقة كستة أدون كان وات فاروق كرتاه أذو ير أذو شباب لن يرى أذو قفوين دقيقة كستة موت كوكو أكتاقين هاي مركا وإنا فهنتت إلهي سبحانه وتعالى نوحو كارغ إنسان عاقل عقل بوكو يالي قفك عقل جيس سوي أغفا إذي سوايو أما مسكح ديس إلهي مسكح دي عقل بوسي كفا إذي سواينا وحو نقون عيا قف لمد أحيوانك إلهي سبحانه وتعالى سوي قارضة كتل ما ميبو
أنت أصدق فهنتي وحقوف ربانيسو مركا أيضا حوشي إشقاد الكوتا لي أما أباهنات إن أتقبطو سيدة أغارتو ليبان أدون إلى ليبان آخر حوشا أيضا أحنا واحد أقوانيسا سيدة أغوانا أكسنت أغونا حبونات أغونا سحسنت ولا الهدف كلا ميد لا ارين تلاوات وان اد كيلاتو هدف كاغا يول كاغا او مهمسن او نا وين الله سبحانه وتعالى ستت كره لجلين لهت الدنيا اخر الله سبحانه وتعالى حدات هي شترالي ان شيسا اما او كار على النقضه الدنيا اخر واد لي بانتي في الدنيا والاخره واد كل بانتي marka waxa ugu muhiimsan oo qofka insaanka laga rabo intuu nool yahay inuu kasbado wa alla subhanahu wa ta'ala sidoo uga raali noqon laha لأن الله سبحانه وتعالى وحوك سيئي عقل أيوك سيئي ووك أبوري سيدان قروح دو بدن أيوك أبوري حوليه وكادوي وعقل بوك سيئي نمع إسلام نمدي بوكو نمعي نمعوين كلو فرب بدن أوهي ستيد أيوك سيئي وقتي أكو عبادي وقتي أكو عبادي ستيد أيوك سيئي عافماد أيوك سيئي وحي أو دن هداد قرن ويسد مركا وحين قونيسا إنات ليحاتيد أما طريقي لو باهنين طريقي أن لو باهنين أو قلدنا أتكل حدد أتقول حدد الله سبحانه وتعالى وحيالا رأى الآن شيء سلو قارو أومهم سنة وحاكم إذا سيدان صوت المامني إن الكتاب كيس قادتت رسول كيس عليه الصلاة والسلام سندي سنة الرعدد ووحو رسول صلى الله عليه وسلم أسمي أتسميست وحو كاربي أمو كان نهينا أتكهرتت وتكربتوناتت تاوى مدو أومهم سنة من ذكالو أيضا نسوال الله بين السوحة ويان إن الله سبحانه وتعالى عباده ينكيسة أتكد داشت ويقوح الرئيسة صلاة الله سبحانه وتعالى وحكستو وكوب بيانيي وحكستنا وكوشي لكن قفك لغرب قفك لغرب إنو فوليو أما فعل كلاي ماذو أما دداله وآذيق مارك أقوح الرئيسة عبادتك الله سبحانه وتعالى وإن أتكد داشت خاصة وحا أقوح الرئيسة oo marka qabriga gashid ama adduunka agatay lagu xisaabinayo waa salaada ina salaada ku dadaashid waajibaadkeeda arkaanteeda sunanteeda ina ku dadaashid qushuuceeda inaad ku dadaashid iskana hagaajisid waa taa ayada oo cibaadadkii tan ugu muhiimsaneed oo ugu weyneed kamida ee cibaadadkii kala dhamaantood waxyaala Allah subhanahu wa ta'ala raali aan shiisa lagu gaaro waxa kamida inaad iska ilaaliso macaasida iyo shubahaadka معاصيدا اي شبهاتك وحي كمدين وحيالها نفط في دنيا حمانتن اسي جيدو هوغن يعني كتور بهشنا كتورو او اسي فودي نفط اني سي معانسته اما اسي ددنسته حمانتا بالادن ايا لهي قف كستو خلدمي لكن وحا خير بدن اما الله سبحانه وتعالى وجعل هي قفكي كسو لابتو دنبيغو غلي اما توبت كينو إن الله سبحانه وتعالى أسوى لابتت توبت نصوحة أو دبل إيمادت ديب دنبان آذان وغول لابنين وحيالا أيضا وحي كمدة كمدة هاي أرنت آيادا أقوف وضينا يسو الله سبحانه وتعالى هالي هانشيس إن أدقارت أما أهشد تنكر آيادا نوحي تهي إن أد وقت قاد أوقف أيدي ستد الله سبحانه وتعالى وحو رالي كي هاي ود ما لا يعني اسكيلا لسد ما لا يعني بضن شاكذا بضن شاكذا بضن هداد ما تنا شاكيسد ama waxyaala ma la yaacni ka sheekaysid waxay ku jiideysa xan ii dambi ii dhibaato waqtigina way ka burburinaysa waxa laga yaa waqti badan oo quraanka ku aqrisan lahayd ama aad ku tasbiixsan lahayd ama aad yaani dad dhibaateysan aad dhibaatoodii aad wax la qaybsan lahayd ama waxyaala badan oo aad khayri oo ajir ka helaysid aad u sameyn lahayd bay ka burburinaysa ma la yaacniga dhibaato badan ay ka soo gaariso marka inaad iska ilaalisid ما لا يعني ووقت ذا وقف أيد ستد وحلا سبحانه وتعالى رالي كي هاي ونجعلي هاي وقت ذا وشيء أمهم سن وهي استقف كإنسان كأه دقيقة كاتكتي أما ساعات كاتكتي دب أمسو علين كرتيد ز سنة كاتجي أما معلمة كاتجي ندب أمسو علين كرتيد لكن وحي أد قشته أما أد وقف أيد ستد وقت ذا استاجن الله سبحانه وتعالى أكتي سوي كويا لو أنك هليسه waqtiga wax kasto cibaadada ah waqti bay ku xiran yihiin soonka waqti bay ku xiran yahay salaada waqti bay ku xiran tahay xajka waqti bay ku xiran yahay wax kasto waqti bay ku xiran yihiin
marka waxa ku tus waxa waxay ku tusaysa in Allah subhanahu wa ta'ala waxyaalaha insaanku u sii waxyaalaha ugu qiimaha badan ay ugu qiimaha badan ay tahay waqtiga aakharna markii la tago waan la sheegay in daqiiqad kasta iyo saacad kasta iyo second kasta meesha kaaga baxdo ama waxaad sameysay Allah subhanahu wa ta'ala kugu xisaabtamaayo ama uu ku weydiinaayo taa aydana waxay kamid tahay waxyaalaha Allah subhanahu wa ta'ala raali ahaanshiisa lagu gaaro si looga faa'iideysto noloshaan mid kale aydana waxay tahay in waalidka ama hooyooyinka adinka mas'uuliyad qaas ayaa idin saaran oo idinka saaran awlaadiina ama guryihiina qofka soomaali xukuumadda tiisa gartaatu kalena ku daro marka aad taada garatid oo taada hagaajisid oo taada wanaajisid oo noloshaada ka faa'iideysatid markaas ayaad insaanka kale ama ilmahaaga ama gurigaaga wax ka bedeli kartaa marka adiga laba hawl ayaa kuu taalo taada markaad ka soo baxdid inaad soo saartid awlaad wanaagsan ood uga faa'iideysatid noloshaada leanna haddaad dhimatid birri waxaa ka tagtay haddaad awlaad wanaagsan ka tagtay oo waqti aad soo gelisay oo tarbiyaysay oo ilaahay god subxaanahu wa tacaala say u caabudi lahaayeen aad bartay waxaad ka tagtay awlaad ku anfacaysa adduuniya aakharaba mujtamacana ay ka mahadinayaan waxna kuu soo kordhinaayo waxna u taraayo mujtamaca meeshuu ka nool yahay waa guriga guriga hadduu dhinto mujtamacana wuu burburay marka hooyooyinka inay waqtigooda ayagana ama noloshooda ay uga faa'iideystaan awlaadooda siday sida wanaagsan ugu tarbiyeyn lahaayeen gurigoodana si wanaagsan oo alla subxaanahu wa tacaala raalli ka yahay ay ugu maamuli lahaayeen oo waxyaalaha ay inta badan loo badan yahay oo ay ka mid tahay maalaayacniga aan hadda soo sheegnay oo ay ka mid tahay xanta iyo sheekada iyo wareega aan loo baahneen aad iska ilaalisid lianna mas-uuliyad weyn baa ku sugayso midda kale ayadana looga faa'iideysanaya nolosha waxaa ka mid ah in aada u kaalmaysato nolosha waxay leedahay mashaakil iyo dhibaatooyin badan iyo caqabaad inaad u kaalmaysato sabarka alla subxaanahu wa tacaala alla subxaanahu wa tacaala wax kasta uu kugu imtixaamo ama dhibaato kastaoo ku haysato imtixaan ayay kuu tahay sabarkaaga ayuu ku fiirinayaa wax kastana lama helo wax kasto adduunkan dhib badan ama marka hore aad dhibsanaysid waxaa ka dambeeyo ayaa ka sii macaan ama ka wanaagsan sabarkana qiimuhu leeyahay waad ogtihiin waadna ka warhaysaan marka qofka mashaakil badan ayaa soo wajahayso haddaa hooyo tahay dhankii ubadka dhankii guriga dhankii nolosha marka inaad mashaakishaas aad u dulqaadato aadna u sabarto rusushii lasoo diray oo dadkoodii loo soo duray dhammaan rasuul aan la kulmin mashkilad iyo dhibaato ma jirto waynu ku sabreen sababtay ugu sabrahayna maxaa waaye hadafkay lahaayeen maxaa waaye in risaalada alla subxaanahu wa tacaala uu sii dhiibay ee gaarsiiyaan ummadooda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam intaasoo dhibaato ayuu kala kulmay siduu diintaa noo soo gaarsiin lahaa hadduu dhibaatadaas u sabri laheen maanta ama uu dulqaadan laheen noloshaan maanta diintan maanta aan haysano iyo sidaan quruxda badan ee maanta aan u nahay dad muslimiin ah ee ilaahaygooda yaqaano umaan noqoneen rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa sabab u ahaa marka qofka mashaakil kasta oo soo wajahday dhibaato kastaoo soo wajahdo inuu alla subxaanahu wa tacaala sabirkiisa iyo talasaarashadiisa uu u kaalmaysto insha allah mawduuceenni intaas ayuu ku kooban yahay ilaahay ha naga yeelo kuwii uu yidhi alladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana waadna mahadsantihiin dhammaantiin dhegaysigiinni quruxda badnaa iyo xuduurkiina